أعزائي السلام عليكم. رجعنا مرة ثانية نشرح المثال الرابع والخامس والسادس. طبعا احنا بالنسبة لهذا المثال الرابع هو تطبيق على الفيرتيكال كيرف. طبعا هنا عندنا مثال منطوقة يقول the elevation of the road axis center line of the pavement. اشقد عندنا نقطة مقدارها الاليفيشن محطتها 4 زائد 600 والاليفيشن مالتها هو اشقد 3.84 and the elevation of the highest point واعلى نقطة هي مقدارها 5 زائد 200 بالمحطة 5 زائد 200 هي الاليفيشن مالتها 15.84 والاليفيشن بمحطة 6000 هو 15.84. Also for the design speed هو 100 كيلومتر بير اور and length of the curve هو 500. طبعا في بعض الأسئلة مثلا إذا مثلا ما موجود هسه يقول السرعة ليش معطيها. طبعا في بعض الأسئلة لو كان ما موجود أو ما معطيك الطول مع المنحني تقدر تطلع طول المنحني باستخدام قانون أي بي سكوير أو 395. طبعا هذا رطيناه بآخر المحاضرة اللي هو حتى قبلنا الكونفورت بس هنا ما أعطى. هنا ما طبعا يحتاج تستخرج سخاف تقول ليش الطعم السرعة. على العموم بالنسبة لهذا المثال يريد اللوكيشن بي بي سي بي بي تي، يريد مثلا هي النقطة اللي بالبداية مرات تسميها احنا بي كابتل بيجنينج فيرتيكال كيرف والبي بي تي بوينت اوف فيرتيكال كيرف تانجنت، وهنا أنا عندك او نهايته احنا نسميها اي في سي. طبعا المهم احنا نفتهم ايش اللي نقصد بيها. الاليفيشن هم كذلك يريد بالبي في سي والبي في تي، يريد الاليفيشن اوف انترميديت بوينتس يعني كل 50 انترفال، كل 50 يعني كل خط 50 متر هنا نوجد الاليفيشن، يعني مثلا اول مره 50 150 200 250 وهكذا لحد ما نوصل لل 500. المطلب الرابع is the length curve sufficient for passing side distance. تريد تستخرج بالقانون تريد تقول مثلا هسه نشوف شلون نعبر عنه. فعلى العموم احنا نجي اللي يهمنا هذين المطالب الثلاثة الأول بالحساب. هنشوف شلون نحسبهم. طبعا احنا عندنا قوانين خاصة بما خاصة باستخدام الفيرتيكال كيرف. هذا المثال أنا شارحه بالمحاضرة. فبالنسبة ما أريد أطول بيك يعني بسرعة أشرح باعتبار أنه منطقي. بالنسبة البي في سي ستيشن هي الستيشن بي في آي ناقص آل أوفر تو. تكتبها بالمحطات رجاء لحد يكتب لي إياها هتشو أوفا. تكتبها 4 زائد 9950 كيلو متر يعني ستيشن. وهنا أنا بي في تي هم ستيشن بي في آي زائد آل أوفر تو. ودائما تخطئون خطأ انه هاي القوانين اللي هي مالت من قوانين الفيرتيكال كيرف تيجي تطبقها على قوانين الهوريزونتال هذه تختلف. يختلف دير بالك بالامتحان هاي انتم تكررونها انبه عليها وترجعون تكررون تالي من تحاسب عليها الطالب يقول ليش منطيني درجة وليش ما منطيني درجة. انت اخذ الكلام هسه من جاي نشرح لك يعني جاي نصحك يقول لك يا عم سوي كذا سوي كذا. بالنسبة لل عندنا احنا ما منطينا هنا الجي 1 وجي 2 مو صحيح. نقدر نستخرج اول ميل طبعا جي مثلا الجريد هو واي 2 ناقص واي 1 على اكس المساحه العموديه على المساحه الافقيه. فعندنا بالنسبه للجي 1 هو 15.84 على نقطه ناقص هاي النقطه اللي منطينا الستيشن مالتها اللي هي على المنحني سنتر لاين ناقص 3.84 على المسافة الأفقية تطلع لنا زائد 2%. وبالنسبة للجريد هم كذلك طبعا هذا الجريد هم خلنا احنا يكون داخل محاضرة اللي هي نهاية خدنا شوف حسن. فهنا هم كذلك يطلع لك طبعا صفر باعتبار هاي النقطة نسلم السود فطلع صفر. فعدنا الجريد الأول زائد والجريد الثاني صفر باعتبار انه عبنا مستوى واحد مع البي بي اي. نجي نطبق حتى نطلع احنا مو نريد الاليفيشن مع البي في سي نجي نطلع
باستخدام نفس القانون جي 1 يساوي elevation بي بي اي ناقص elevation بي بي سي ستيشن بي بي اي ناقص ستيشن بي بي سي راح يطلع لنا 10.84. وبالنسبة هم الاليفيشن مال بي بي تي ام استخرج نفس الفكرة باستخدام جي 2 راح يطلع لنا هو نفسه 15.84 بنفس المستوى. المعادلة نستخرجها لحساب المناسيب عندنا المعادلة تقول R R X تربيع على 2 زائد G1 طبعا G1 مع إشارته يعني أنت مرات G1 سالب يصير زائد في السالب سالب G1 X زائد elevation PVC elevation البداية المنحنى نقطة أو محطة بداية المنحنى طبعا عندك G2 قانون الـ R ناقص G1 على R وقلنا احنا نقدر نخليهن بالمية بس نخلي هاي مثلا مو 500 خليها 500 بس اذا حتى لا تصير عندك يعني حسابات او يكون ارقام بيها بوينتات وهاي خاف تغلط فشي نقول احنا نجيب الرقم نفسه بدون انه نقسم على المية فصفر ناقص 2 مو بالمية ناقص 2 تقسيم 5 ما نقول 500 بس اذا استخدمت 2% تستخدم 500 طلعت لك سالب 0.4 تتقسم على 2 باعتبار R X تربيع على 2 تصير ناقص 0.2 X تربيع انتبه المعادلة جد ما بيتها تأكد منها بالبداية من تريد تحسب مناسيب هاي المعادلة دائما شو تسوي انت يعني دائما تشيكها بحيث اخسر عليها 5 دقائق زائدة دقيقة دقيقتين لان هي هاي بعدين نقاط تعتمد عليها اذا غلط كلهم غلط ترى فهنا أنا طلع سالب 0.2X 2X زائد 10.84 هاي المعادلة راح تستخدمها أبدا استخرج النقطة الأولى اللي تبعد 50 متر العفو فهنا شو نعوض هم نفس الشيء نعوضهن بال يعني 50 تصير نص 100 تصير واحد يعني شلون هنا سوينا لأن هنا هذن كتبناهن عدد صحيح يعني هذا جوان إذا أكتب 2% تمام إذا أكتب 2% الإكس لازم شو أكتبه 50 ومن أعبر عنها 100 أكتبها يعني وراء 50 وراها 100 أخليها 100 بس أنا مو ما استخدمت هاي النسب بالمية أخليها نفسها نزلها رقم صحيح وهذا النيجل محطات 50 أقول نصف 100 أقول واحد 150 أقول واحد ونص وهكذا يعني لحد ما أوصل إلى وتالي 2.5 وهكذا لحد ما أوصل 500 500 معروف اللي هاي 450 4.5 وهكذا تحسب النقاط كلها وتوقف نقطة نقطتين هذا القصد يعني هل الطول كافي هل الطول sufficient كافي للباسنج سايد ديستانس because the curve كافي because the curve doesn't concave down يعني الكيرف نفس المستوى السيارة من تنزل يشوفها السيارة صعبة أو تقدر تحسبها ويشوف سايد ديستانس خلصنا من هذا المثال وسبق أن شرحناه صارت عليه سلم بعض الطلبة نجي المثال رقم 5 هذا المثال خاص بالموضوع الهايوي دريج أوجد الكوانتيتي أوف سيرفيس ووتر تمام يعني كوانتيتي أوف سيرفيس ووتر هنا ما قايل تصريف قايل كوانتيتي يعني شنو الفوليوم مع الووتر to be disposed of an urban man street الذي يتخلص منه بطريق رئيسي حضري طول الطريق هاي القطعة الطريق طولها 1.5 كيلو لونج طبعا 100 متر وايد عرض 100 متر rainfall intensity طبعا احنا هنا منطير رأسا الشدة المطرية ذاك اليوم انا شنو قلت لكم الشدة المطرية طلعها من الشارت هنا معطات رأسا هذا هو خير ما احتاج اروح احسبها واطلعها واحولها فهنا انا معطات مباشرة قاف تشوفها هيك يعني قاعد تقول مثلا رأسا ما تحتاج تستخرج هذا time of concentration of 4 minutes وكذلك T sub C هم منطينا يا ما راح نحتاج نحسبه هم زين بدل ما راح نحسبه بقانون مرة given that وهنا أنا منطينا the asphalt pavement are 25 millimeter العفو متر wide in each direction 25 متر wide in each direction لكل اتجاه تمام
كوفيشنت اوف فيلوسيتي مالته 0.9. يعني هنا أنا عندي 50 يعني 25 زائد 25 50 تمام. عندنا 20 متر وايد بالنسبة للبلانتد ميديم سترب. عندنا مزروعة جزر وسطية 20 متر أرض تمام. بس عندك 50 زائد 20 طلعت لك 70. كونكريت سايد ووكس مناشي مقدارها شقد؟ مقدارها 15 on each side. يعني شقد كل سايد؟ 15 في 30. يعني 2 في 15 30. يعني كملة المية بس في مالها 0.85. بالنسبة نجي نطلع السي سب سي أو سي افريج. قلت لكم كل واحد يعني كل سطح ضربه بالسي مالته بمساحته. فعندك 0.9 اوكي 0.9 على الكوفيشنت مالته. السترب مساحته هو ايش قد؟ 25 في 2 اللي بين ايش دايركشن في 1500 طول 1500 يعني شو اسمه الكيلو 1 كيلو ونص نضربها بال 1000 تطلع 1500. يعني هسه هذا الجزء 2 في 25 في 100 وهذا مساحة الجزء الاسفلتي زائد 43 السي مالت من مال البلانتد ميديم سترب الضيقة في 20 في 1500 مساحة هاي السترب تمام. زائد 0.85 في 2 في 15 هاي السايد ووكس في 1500 على 1500 في 100 المساحة الكلية تمام. طلع السي 0.76. نجي هنا لآي شد المطرية. فالشد المطرية هي تعطينا 125 ملم بير اور. نقسمها على الألف حتى تحول بالمتر. لأن هي بالمتر تقسم على الألف. وكذلك قسمها على 60 في 60 لأن 3600 السكت. يعطينا هو بالمطرية اور. وطلعت على الرقم 3.43 في 10^5 متر على السكت. الكيو راح تطلع لنا مقدار حاصل ضرب السي اي اس سي موجود هاي الاي حولتها هاي في الاي المساحة المساحة 1500 في 100 باعتبار 1.5 كيلو ضربه في 1000 في 100 حتى بالمتر تتحول طلعت مقدارها 3.9844 متر تكيب بير سكند. الفوليوم مال التشكيل يكون هو الكوانتيتي اوف سيرفيس ووتر هو مقدار الكيو في التي هو التايم اوف كونستريشن مقدار 400 متر. بس انت بعد ضربة 400 باعتبار هذا متر تكيب بير سكند الضربة 4 في 60 تتحول الى سكند تمام. يعني دقيقة هي 60 ثانية صار 956 تمام نعم الواصل. نجي للسؤال هذا السؤال السادس. السؤال على هذا السؤال قلنا على الكومباكشن او على موضوع الارث ووكس شويه يعني تبهولي. هاي معلومات طبعا انتم ماخذينها بالمرحله الثالثه. احنا هنا محتاجينها في مجال هندسه الطرق لان اغلب عملنا هو من ضمن الاعمال الترابيه وحديد. فبالمحاضره انا شرحت مثال وهذا هم عندي مثال هنا مثال حتى واحد يفتهم مراجعة سريعة. The result of standard compaction tests are performed the clay gravel walls. Yes, I shown the table one. طبقة من clay gravel وهي طبقة أساس اللي ما تحت التبليط. عندنا المعلومات الخاصة بالstandard proctor compaction اللي أخذنا التربة هاي كلين جلوفر اللي راح نحتل بيها أخذناها المختبر وسوينا عليها فحص. فنريد شنو هنا طبعا شنو بالترايل عندك الووتر كونتين عندك البلد دينسيتي اللي هي جامعة بلد. فأنا أول شيء يقول لك بلوت بدراي دينسيتي versus الووتر كونتين عندي سبيسيفاي وحدد يعني ارسم الرسم بين الدراي دينسيتي فيرسز مع المويستر كونتينت والووتر كونتينت بعد وحدد الدراي دينسيتي المعلزمه
وبعدين يعني مع الاوبتيموم ووتر كونتنت واعلى قيمه ووتر كونتنت تقابل او انسب قيمه ووتر كونتنت تقابل ماكسيموم فاليوز. هاي النقطه الاولى. المطلب الاول. المطلب الثاني اوف ذا ريليتيف كومباكشن 96%. اذا النسبه كانت 96% وات ذا دراي دنسيتي ان ذا فيلد. ما هي قيمه الدراي دنسيتي في الموقع؟ احنا ورا ما حسبنا الكومباكشن طبعا منين حسبه نقسم على الدراي ماكسيموم اللي دراي وين بالموقع. عندنا المطلب الثالث what is the bulk density gamma bulk and the field of the moisture content إذا كانت الموستر كونتينت مقدارها 15%. هاي ثلاث مطالب. خلي نشوف شلون نحلهم. طبعا الجاما دراي هي جاما بولت على 1+ الان هو موستر كونتينت. هاي اول ما اجي انا من الجدول عندي جاما بولت حتى اطلع الجاما دراي المقابله لكل موستر كونتينت حتى ارسمهم. فمن استخدمت هذا القانون عندي جاما بولت هاي معطات هذين العمودين طلعت الجاما دراي اللي هي وين موجوده. هاي هذا الفحص اللي سويناه بالمختبر رسمنا بين الموستر وبين الدراي جاما دراي. جاما دراي الواي اكسس وهذا الاكس اكسس الموستر كونتينت على مود استخرج الجاما ماكسيموم. وطبعا اكو ناس شو يسوي يشوف اعلى قيمه هنا راسا قال لي هي. لا انت ارسم وبعدين شوف وصل بين اعلى قيمتين شوف وصل بين كيرف صغير يعني حتى بحيث هو يعني مو يجي منحني هو رسم حتى تحصل القيمه اللي تكون قمه تمام اللي هي على شيء. فاحنا من رسمنا حصلنا تقدر انت ترسم على ورق بياني او ورقه عادي تقسمها بالمسطره حصلنا على قيمه هي 8.1839 غرام على سنتيمتر مكعب والمقابل لها المؤشر هي 11. طبعا طلعت ان هي هاي القيمه تمام المؤشر هو 11. هذا المطلب اي خلصنا. المطلب بيشيريد يقول لك ايش قد هي الجاما دراي ان سيتشو اذا كانت النسبة الحدل هي 96% تمام. فانا عندك انت الريليتيف كومباكشن هي جاما دراي ان سيتشو على جاما دراي ان لاب اللي هي جاما ماكسيم هاي حصلناها 1.39. فهنا عندك 96% وعندك ايش قد هاي 1.39 فقام درانسيس ويطلع 1.765 حاصل لربنا. المطلب الثالث يقول ايش قد هي الجاما بولك اذا كانت الموستر كونتينت من موقع مقدارها 15 ايش قد هي الجاما بولك. انت مو عندك الجاما دراي مطلعتها هاي اللي هي نفس النقطة تطلع جاية شوف هاي الجاما دراي انفولد. الجاما دراي انفولد هي شنو؟ جاما بولك بالفولد على 1+ موستر. موستر ايش قد مقداره؟ 1.15% فواحد زائد 1.5 هنا جاما بولك على 1+ 15% اللي هي 1.15 راح تطلع لنا مقدار 2.3 جرام/سنتيمتر مكعب. هذا حل على هذا المثال. عندنا مثال بالمحاضرات هم قريب الى هذا بس هذا شوي مطالب with best wishes for you and the exam. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في الامتحان